إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. صار عندي إن شاء الله المرحلة الثانية اللي هو تغيير نظام التبريد أو نظام سير التبريد اللي هو الموية مع بلف هارة. طبعا هذا بلف حرارة في النيسان، ما أدري كان بلف هذا ملايم أو لا، لكن أقول إن شاء الله إنه ملايم. هذا موير ديتر حق المسبيجي 50-50. نعم، وأيضا رجل ما شاء الله مجتهد وحريص، مع أن السيارة إن شاء الله ما تحتاج هذه الأمور كلها، لكنه ماخذ محلول أعتقد معالج خاص بنظام التبريد. أصر إن اللي أحطه مع نظام التبريد فما عندي مشكلة، الله يعطيه خير في الشيخ. على العموم نفتح حقات راديتر، سيارة باردة، ولازم تكون سيارة باردة عشان تتجنب المشاكل لو غيرت في الموية الباردة مع سيارة حارة. أيضا عندي هنا سرة التفريغ في الجانب هنا، بس إن شاء الله نوصل لها. هذه هي سرة التفريغ، هذا بس. الحين راح نفك ان شاء الله على هاي السرة، راح يتأكد ان برضو ان الجلدة هذه تكون سليمة وما فيها اي مشاكل. راح نفك الان كوع البلف هنا، عبارة عن مسمارين، مسمار هنا ومسمار اسفل. هذا عندي الان الهوز والبلف، كوع البلف هنا، بلف مرة ماسك. طبعا الحرارة، هذا بلف الحرارة، ولاحظوا يفتح على كم؟ 88، نفس سيارات الكيا والهونداي الموديلة الجديدة. وهذا وهذا حق النيسان اللي يفتح على 76. لاحظ هنا 76، يعني الفارق ينزل درجة أقل من هذا بعشر درجات. طبعا البترا هذا نوع ما أعلى أو أكبر جزء بسيط عن هذا، فأنا شلت الجلدة اللي هنا حق الوكالة، ركبتها على جلدة بلف النيسان، وهذا جلدة بلف النيسان. وراح قبل أركب نفخ أو طلع الموية اللي في الرأس وفي الراديتر بالكامل، بعدين راح نعبي أو راح نركب البلف. الحين بنفخ وطلع الموية اللي في الراديتر. كذا الان انتهينا من تفريغ المويه من الراديتر. الحين راح اقفل السداده حق الراديتر من اسفل واسوي نفس الحركه عشان اطلع المويه اللي في الراس.
تسمح لنا نقفل السدادة؟ ليش اقفل السدادة؟ عشان لما اضغط هواء الان ما راح يطلع معي المويه الا عن طريق المجرى البلف. فقط مويه في الهوز الاسفل وطلع معي المويه للفراديتر. الحين قفلت السداد اللي هنا والنظام كله كامل، ما عاد البلف مجراه مفتوح. فيصير اضغط هواء، راح الهواء يضغط الهواء المويه اللي في السرندل ويطلع برا. بنحاول ركبنا البلف وما شاء الله تبارك الله مجلس تجليس كامل على مجرى القاعدة. راح نركب الكوع البلف. ركبنا المسامير، هذا السفلي وهذا العلوي. راح نركب الرادياتر، طبعا غطى الشيك عليه ما شاء الله تبارك الله لسه جديد. وهذا المحلول راح نحطه حسب الطلب. طبعا حطينا مويه، هذا عندي حرارة المحرك الآن وهذا عندي حرارة الجير. طبعا يفترض الآن البلف على هذا الوضع يفتح. طبعا عندي أول جالون وثبت منه كمية، طبعا لاحظوا ما شاء الله وصل 76 والآن نزل درجة الحرارة بعد ما فتح ال البلف. طبعا للعلم بدون مكيف ما راح يفرق عن الوكالة عن 76 حق النيسان، لانه المروحه لها نظام معين تشتغل على وقت توقيت معين. متى يفرق؟ راح يفرق مع المكيف. المكيف راح يفرق حق النيسان عن حق الوكاله. طبعا الحين بدون مكيف، لاحظوا راح اشغل المكيف نشوف الفرق. شغلنا المكيف اشتغلت المروحه ونشوف الان درجه الحراره. لاحظ الحرارة تعرف كيف؟ في نزول تدريجي. أول ما تشعر الهوز هذا فيه حرارة أعرف إن البلف فتح. ما شاء الله تبارك الله. حاول تتأكد ان الموية عندك هنا غير مستقرة وما في اي فقاعة او هواء. ايش اللي صار معي؟ انا قيس اضغط هنا على الهوزات مرة يمين مرة يسار هذا الشكل، حتى لو كان في فقاعات او في هواء راح يطلع. لاحظوا عندي هنا مع الضغط يطلع، ايضا هنا مع الضغط راح يطلع. فلازم تتأكد انه استقر معاك الموية. شايفين ما شاء الله رفع عندي هنا على 81 مع المكيف. الموية عندي هنا ما شاء الله تبارك الله مستقرة. كذا انا تأكدت انه ما عندي اي مشكلة دخول هواء. راح بس الان اقفل الغطاء ونعبي قربة الموية على الحد المسموح. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيه خيرها ويكفيه شرها. ما شاء الله، لاحظ عندي
الحرارة. عندي هنا الحرارة 86، أول ما أعدي تنزل مباشرة مباشرة، يعني تكون في نطاق ال 81 82 في الوقوف وفي الاستخدام، مثلا الممشى توصل إلى، لاحظوا ما شاء الله تبارك الله، توصل إلى 76، يعني أقصى درجة وصلت عندي أنا 97. ليش؟ لأنه حرارة الجير، لاحظوا عندي هنا حرارة الجير 87 وتزيد، والمبرد هذا تسخينه وتبريده عن طريق الراديتر، فأكيد تأثيره لحرارة الجير له أثر على حرارة المحرك. يعني خليتها ممكن حدود النص ساعة شغالة واقفة، وجيت بحرارة الجير واصل 85، والمحرك كان واصل 83 أو 82، لكن الحين في الخط صارت ما شاء الله متقاربة. هذا مع بلف النيسان، لو كان على بلف الوكالة كان ممكن تكون في نطاق 90 حرارة المحرك، وأيضا حتى حرارة الجير توصل إلى 95، وهذه صارت معي أنا لما غيرت صيد الجير، حتى فيها مشوار بدون ما أخليها واقفة، حتى بس فيها مشوار مباشرة وصل الحرارة الجير عندي إلى 95. الحين نقصت 10 درجات، كله فضل الله ثم فضل البلف حق النيسان اللي يفتح قبل من حق الوكالة بحدود ال 12 درجة. تلاحظوا ما شاء الله عندي حرارة الجير وحرارة المحرك، فالله يعطيه خيرها ويكفيه شرها. طبعا هذا البلف لو كان على سيارة الكامري والعلنترا اللي تبريدها عن طريق طبل راديتر كان ممكن توصل الحرارة عندهم، وهذا مجربة توصل في 80، في نطاق 80 و 81، يعني أقل من كذا. لاحظ حركة الجير، كل ما مشيت كل ما وصلت ارتفع على، يعني ممكن توصل إلى 90، لكن حرارة المحرك الآن صار عندي، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله صار ما يتجاوز ال 86 نهائيا. الله يعطيه خيره ويكفيه شره، هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.